وش أفضل موقف عشته مع جار لك ما تنساه؟ والله في مواقف قريبة، يعني أنا كنت عامر لي بيت بالزر في 1406. يا سلام. ولكن البيت كان مو بيت كامل، يعني مليحق صغير لأني أجي من الرياض، وجاء واحد من جيراني يبني بجنبي، الله يجعله في جنات النعيم ووالديه وجميع المسلمين. شوفوا الدعوة ما شاء الله. والله يا أخي دعوة من قلب، الله يجزاه خير. أسلم. فجاء يبني بجنبي وقام وبنى جدار، يقول أنا مضايق صالح بجداره، بنى جدار ثاني. ويوم إنه هم سووا فلهم طبعا، ايه، وحطوا الدرايش وحطوا اللي هنا حطوا عليها حديد بحيث انها ما تكشف الحوش حد. يا سلام يا سلام، الله اكبر. واذا جينا من الرياض ما ادري الا الحمه الاجواد والاكل وشيء خيال. والله يوم توفى اني طحت، انا طحت صراحه يوم. لا اله اي والله العظيم يشهد له. اي والله. فهذا نموذج، هذا نموذج الجار الحقيقي. اقول سبحان الله، انتهت الجيره وما زال الرجل الان، انتهت حياته في قبره، والان شوف تصله الدعوات وهذا الذكر الحسن. تذكر اسمه يا ابو؟ اي اذكره، شيء ما اذكره، ذكر مضبوط. ها ذكر مضبوط. خلنا ندعي له يا اخي، الله يغفر له الطيب ما ينسى ويحلله ويبيحه وجميع النفع. من هو ما شاء الله؟ نفاع الحابوط. نفاع الحابوط، وما زالوا اولاده وفيين معي، انا اللي مقصر بحقهم. والله الاجواد دائما يتصلون علي، ولاجي عندهم مناسبات يدوروني. ما شاء الله، الله يوسع. تستاهلوا ويستاهلون، اسال الله يغفر لميتهم. جيره يا ابو، هذا لله. جيران اخرين الله يستر علينا وعليهم، يحللهم ويبيعهم وجميع المسلمين. ما يعني يختلفون الناس، يختلفون. نعم نعم. فهذا نموذج عن الحديث عن الجار سابقا والجار الان. نرجو من الله العلي القدير الهدايه للجميع، وان يكون هناك تكاتف بين الجيران على الاقل. السلام يا اخي، جارك سلم عليه وعرف وشو، عرف من اسمه، عرف من هو، من اي بلد. صحيح. يعني خل بينك، ادخل بيته، خليه يدخل بيتك. اذا احتاج حاجه مثلا، سيارته خربانه توديه ولا تجيبه ولا تفزع له، ولا عياله الصبح من يوديهم المدرسه مسكين اللي عنده ظروف قاسيه، يعني خل احساسه، خل طبق الشرع الذي امرنا به الله سبحانه وتعالى. واحسس جارك بانه لحم جزء من جسمك. يا سلام. هذا الاسلام اللي وصانا فيه ربي، يعني ما نجبنا شيء من عندنا. ايضا موضوع ما قلته، الاكل وما الاكل وما شابه ذلك، لا سيما اذا كان جارك تعرف عنه قصور في الماديات. يا سلام. يعني لا يمنع منك الى انك تقضيت، خاصه الاشياء القويه مثل الرز ومثل تسال عن احوالهم. نعم. وتطقس حالاتهم وتشوف ايش اخبارهم. نعم. وش اللي ناقصهم. نعم. اذا الله موسر عليك، اذا الله يعني انت رايح شاري للبيت خضار، زودها شوي واقسمها. نعم. بينك وبينهم، لا سيما يعني في بعض الجيران ما شاء الله، يعني تلقى يروح للعزية بدل ما يشتري حاجة بسيطة يشتري بالجرم، يصير السعر الجرم تقريبا يفرق عن سعر المفرد شيء بسيط ترى، ويقسمه بينه وبين مثلا 7 جيران 10 جيران، أدخل السرور عليهم وصلهم وحاجة يذكر بها ولا هي مكلفة عليه. ترى يعني هذه الفكرة جميلة والله، يعني سوق العزية الآن مفتوح. أنت الآن لما تروح تقضى ترى من المحلات العادية ترى فيها فرق، واللي بيدخل العزية بيشوف فروق كبيرة. يعني الجرم قد تاخذ جرم مثلا الكوسة شوي غالية والبامية أغلى بعد، لكن جرم مثلا الباذنجان، جرم مثلا الخيار تلقى مثلا ب30 ب15 من 20، يعني بهذه الأقيام. بالجملة مو بالكيلو، المقصد المشاركة. ولا أحد محتاج لأحد، ولكن أن تصل فيه والهدية تدخل السرور على جارك وتؤلف بينك وبينه. يعني شوف الآن القصة اللي ذكرها الآن أبو لحم وخير، أنت لا تكلف زيادة ولا تقصر زيادة. يعني الآن الجار عن جارها، يعني قصص سمعناها، ما نبغى نذكر الجانب السلبي، ولكن حصلت أن مثلا ماتوا أبنائه، الولد راح المستشفى وجاء حادث، والأم مثلا في المستشفى والأبناء حطوا في البيت. لو أنه يعرف جاره قال له بالله خلي العيال عندك لين أرجع، لكن ما يعرف جاره وليس فيه، ما درى إلا كرمته بريحة جثثهم. فالشاهد من ذلك كيف يكون بيننا، ونبغى من هذا المجلس، من هذا المجلس، من هذه الحلقة، أن نبادر
اليوم نبغى مبادرات كل جار مع جيرانه. نعم. الآن اللي شاهدنا هذه أمانة يعني نجتهد فيها. إني اليوم أسوي شيء وأهديه، اليوم تهيأ ولا بكرة بسبب هذا المجلس اللي جلسناه الآن نبغى نستفيد. صح. ها؟ في الدنيا والآخرة ولا لا يا أبو عبد الله؟ بحيث إني الآن مثلا بصلح حلا، أبصلح لي مكرونة، أخذ لي شوي في قدير وأعطيه جيراني أذوقهم. أترك كلام الشيطان لي والنفس، لا شينة شوي ما يصلح، مرة ثانية التسويف، أبدأ من اليوم. وش رأيكم؟ طيب. اليوم إن شاء الله حنا كذلك نطبق إن شاء الله في بيوتنا إن شاء الله نهدي جيراننا بإذن الله إن شاء الله. حي الله أبو خالد. الله يحييك. طولنا.